اي اف ام الباج اوفيسيال 17 دقيقة الكابتور ديكرون البداية مع بديع بن جمعة والفريق الوطني لكرة القدم. كابتور ديكرون بين انك تحصل 3 نقاط وانك تقنع في اللعب ديما يبقى هذا السؤال في عالم كرة القدم. ومبارح كي نعملوا طلع على الفيسبوك ونشوفوا الكم الهائل من الاستاتيو اللي هبطوا سويت للفيكتوار بتاع المنتخب التونسي من منتخب الزامبي 2 بلاش في 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 زامبيا بيان سور، اللي هو يبقى تبقى نتيجة تاريخية لانه اول مرة تونس تربح زامبيا في زامبيا. لكن اللي شفته كسوة من الجماهير العادية وجماهير المنتخب ولا من بعض الزملاء الاعلاميين انه كان فما زوز اراء، فما ناس كانت راضية على نتيجة تقول لك 6 بوان براغماتية براغماتية تقول لك هذا هو المطلوب المنتخب التونسي، فما شكون يقول لك المنتخب ما يفرش، منتخب ما قدمش اداء مقنع، منتخب كان مزهرة اداءه هزيل في زوز ماتشوات الاولانيين، وفما شكون مشى لابعد من هذا وطالب حتى الاتحاد التونسي وجامعة تونسية بإقالة المدرب منظر الكبير. خلينا نتفقوا ساعه احنا شنو الهدف نتاعنا من التصفيات هذه. فوالا افكتيفمون، دونك هنا نمشيو في الـ في الـ في, الـ في النهج البراغماتي اللي قال عليه حاتم بكري شويه، وانه الاهم حاجه في الباركور نتاعنا هو الفوز. خاطر نتذكر مليح انه في مناسبات عديده المنتخب التونسي نتاعنا كان يفرج لكنه ما كانش يحقق نتائج جيده. تو كان نرجعوا حتى المونديال 2018 نحكيو كبرفورمانس سبورتيف، معني على مستوى الاداء، الاداء ما كانش خايب لكن الريزولتا والبيلون في الاخر صحيح عملت فيكتوار ودو ديفيت، لكن ما تاهلش للدور الثاني واللي كان هو الهدف نتاعنا. المونديال اللي فات زاد كيف كيف يذكر الكابتن كيفاش ترشحنا للكوب دي مون، ترشحنا بتعادل في الماتش الاخراني مع ليبيا بعد اداء ليبيا ما كانش بيسيور في الوقت. المهم في عالم احنا مستيل ثوره اخرى، انا نقول لك الثوره الحقيقيه كانت تصير بعد مباراه ليبيا وتونس اذا ما تاهلنا. اذا ما تاهلناش خاطر يغلي الشارع وقتها. هنا خلينا نتفق على حاجه كما قلت لك، وانه الهدف نتاعنا الاساسي انه ما نغيبوش على المونديال مره اخرى، لانه تحب ولا تكره تشوف انت الكاسه نتاع الجامعه التونسيه قاعده تكبر جراس للمشاركه نتاعنا في المسابقات الكبيره أوي. اللي اونتراتر من بينهم كاس 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 العالم. ما نعرفش علاش انا في كل مره ديما نرجع على حكايه المدرب. اوكي نحيو منظر الكبير اليوم ونجيبوا اي مدرب اخر، الماتش الجاي له 10 اكتوبر معني اقل من شهر، باش يجي المدرب الجاي باش يعمل ستاج نهارين باش يدخل بيكيب ناسيونال، غير معقول وغير مشروع تتحدث على تغيير مدرب وانت فايز بمبارياتك الكل. علاش شوك عامني تشيلسي وقت غير توخيل؟ لا نحط لومبارد وحط توخيل، نحط لومبارد لخاطر يخسر وعطاه كيف روعه. ما كانتش الاولى، ما نحطوش هي الاولى، صعيب برشا باش تلقى ايكيب صارت مرات قليله ونادره في التاريخ. انا قلت الجمله باش ننطق توخيل صحيحه، يقولوا له التشيل المعلومه غلطه يا حاج. قلت توخيل بالله هذيك الكابتن هذيك اللي بالالمان. هاي ذكرتني فكرتها تاع فو ايست توخل ايست ايرفولك، الترجمه وين بتاعت. موجود توخل موجود النجاح. الله ريت على السباح باقي شويه الماء وتو دايم خلي وين موجود الكبير بالرغم من الانتقادات، موجود الانتصارات للمنتخب التونسي، خلوا المدرب يخدم على روحه. نهار اللي تصير بالرسمي يمكن عنده سيكولوجيكمون عنده تاثير، يمكن تكنيسيتي اقل، يمكن يجيبوا له نوتر ديريكتور تكنيك ما نعرفش، معناها بتتر هو العقليه هذه هو ناخب وطني في الحقيقه، ما عندوش كل ممكن الصلاحيه باش يقعد يدرب باش يختار لاعبيه يحاول يعمل الارمونيه. فرنسا توا لا تكور ولا فما ريزولتا. امبارح والمنتخب اسمه طول الجزائر شامبيون دافريك فشلت في انها تفوز على بوركينا فاسو وعملت البارح في المغرب. مصر كيف الجمعه هذه فشلت انها تفوز على الجابون 1-1 وعدت في دقيقه من عرش قضيه 94 ولا حد نحاول نطير البدري حسام البدري سيتي سويت الاعتبارات اخرى انه جو الفيستير اللي هذا مش نشوف فيه في الكبير باش نختموا يا خالد حسني وانت تفهم خير منا بين الاداء والنتيجه. انت باش تمشي الكوب دي موند يلزمك تعمل كلاسمون باهي، يلزمك تلم لي بوان. فاز دو بول بعد تعدي وطول لا بعد فما ماتش دو باراج اللي مش يكون مع اعطيني ساعه نمشي واسمع وش معناتها واحد يلعب مليح قولوا لي وتو مش ناحي الكبير يا اخي الكبير شو هو هذيك الميم جوار سسرا بالضبط غير الصخيري عندك في جوار مش عندك ما عندك شيء مدرب اجنبي وين واعطيني واحد في السوق موجود شكون المدرب التونسي الاخر حنا بعد الماجري لعب البارح بالحق مجبري عفوا لا ما لعبش
مع مانشستر نذكر هو ظهر لي في تحضيراته. اون تو ليكا كيما قلت بديع اليوم باش تبدل على شنو على اي اساس؟ مدرب قاعد يجيب لك في النقاط ليت شخصيه وليس تريوانا. 27 دقيقه بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي وكانه حد العادي يتفرج فيه الحقيقه. حسب ما فهمت بديع برك تفرج الماتش انا ليه الحقيقه لا لا انا انا ما تفرجش نحكي على قايله بتيتر ماتش ماتش امبارح وبرشا عباد تخدم زادت مروحه في الثنيه بدا ساعتين. والحاجه الاخرى زاد اللي ربما ما خلتش العباد تتفرج انه ما فماش حتى تلفزه تونسيه نقلت الماتش هذايا. اما تفرجوا على القناه الليبيه اي مش الناس كل عندها الفريكونس دو لاشين ليبيان. فما نوع من الديزامور زاد بدا يسانستال يا حد. فما جو بونس اوسي فما راهو عندنا اولويات خاطر باش تشري بمال عمومي اذا يتعدى شريو تشامبيونز ليغ الاوروبيه بالمال العمومي. المال العمومي 25000 شنو المنتخب الوطني من دراك بيان سور تشريه وتبع ليكيب بيان سور ما تفرجش في الكيب ناسيونال 53 دينار حاجه حاتم نعيط كمان معايا الاربع ماتشات جايين ان شاء الله باش يكونوا على قناه تونس بالله يقولوا لنا على الفيسبوك تفرجتوا اذا ضحكتوا تبسمتوا كرتاش بلوس تقول مردود ان شاء الله باش يكونوا على قناه 37